14 سال لا حکمرانیش کس خواردوی ده سلات دارانی هریم لکرکوک. مالویرانی و دردسری و لدزدانی خاک و آوربونی دیان هزار کسی بدوی خوی ده هینا. هاولاتیان ایستا زیاتر لهر کاتی کیتر. جخد لسر گرتنبری رکار یاسایی و مدنیکان دکنوا بو گورانکاری ریشهی لسیستمی حکمرانی. ایکی بردوام لبری خلق دایو بردوام داکوکی لما فکانیان دکات. هنگاوی ساخته کردن لحب جاردنکان للاین دو حزبی ده سلات دار لهریم لگلاوی دجی بنما دیموکراسی و بها بالاکانی مدنیتا هاو که تواو پیچوانی دقا آین یکانا. ساخته کردن و بردنی دنگ لحب جاردن پرلمانیکی امجاری عراق نارضایتی برفراوانی بدوی خوی ده هینا بشکل هولاتیانی کرکوک پیانوایا دزینی اشکرای دنگی خلق و نردنی نونری ناشرعی جگلتو مار کردنش کستیکی دیکو هاولک بو پاون خوازی هیچ لادوخی جیانی خلقی بشمینتی کرکوک نگورد. هاتونه مساهمه بکین جئنا لنساهم في تشكيل المؤسسات الحكومية بعد الانتخابات. هدف الزيارة استطلاعي ولبحث مطالبنا مع الشركاء ومعرفة توجهاتهم. القرارات في مثل هذه الأجواء لا تتخذ في اجتماع واحد. ما نراه من تنافس مستمر حتى بعد الانتخابات يؤثر على الأجواء، والتفاوض قد يطول وهو أمر لا يصب في مصلحة العراق. أكرر، زيارتنا استطلاعية وسنبحث مع الجميع خياراتهم، وبالتأكيد لا يوجد لدينا فيتو على أي شخصية، مثلما لا نقبل أي فيتو من أي شخص على طروحاتنا. إن الاتحاد الوطني سيكون جزءا من حل المشاكل وأنه ليس لديه أي فيتو على أي من الأطراف السياسية، مضيفا أن الاتحاد سيبحث مع الكتل السياسية